فرنسا الاثنين مساء اسودا بعد اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن في عده مدن عقب فشل المعارضه بالجمعيه الوطنيه في حجب الثقه عن حكومه اليزابيث بورن وابطال اعتماد مشروع اصلاح انظمه التقاعد الذي ينص على تاجيل السن القانوني من 62 الى 64 عاما. في باريس ومدن أخرى كستراسبورغ وليل وغين ونانسي خرج مئات المعارضين للإصلاح الحكومي في مظاهرات عفوية للتنديد بمشروع إيمانويل ماكرون سرعان ما استحالت إلى مواجهات وكر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي العاصمة حيث منعت الشرطة التظاهر في ساحة لاكونكورد عقب مظاهرة الخميس والجمعة وعمدت إلى تطويق الساحة الشهيرة بمئات من رجال الشرطة والدرك منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، تجمع المتظاهرون منذ الظهيرة في ساحة فوبون قرب الجمعية الوطنية قبل أن تتدخل قوات الأمن لإجبارهم على إخلاء المكان مما نتج عنه اشتباكات. بعد ذلك انتقل المتظاهرون إلى أحياء أخرى كأوديون حيث عمدوا إلى إحراق العديد من حاويات القمامة خاصة بمحطة القطارات والمترو سان لازار وقبلة أوبرا باريس، مما دفع رجال الشرطة إلى مطاردتهم مستعملين القوة وقنابل الغازات المسيلة للدموع. كما قامت قوة الأمن باعتقال العشرات منهم غالبيتهم العظمى من الشباب، بينما تعرض 11 عنصرا من رجال الشرطة والدرك لجروح. ولم تكن مدن أخرى أوفر حظا من باريس حيث شهدت هي الأخرى مناوشات بين المتظاهرين والشرطة نتج عنها اعتقالات عديدة وسط المتظاهرين حسب وسائل الإعلام المحلية، بيد أن المتتبعين للشأن الفرنسي يتخوفون من اتجاه المعارضة بالشارع نحو التصعيد على شاكلة أزمة السترات الصفراء.